بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على حضراتكم، صباح يوم جديد ونهار جديد على مصر والمصريين وناسها الطيبين الجدعان في كل مكان من الفلاحين والمزارعين. صباح الحب مليان يا رب دايما بين كل الناس وبين طبعا المحبين وبين كل الأشخاص. النهاردة يوم مميز جدا لأن بكرة إن شاء الله هيكون في مناسبة مهمة جدا وهي مناسبة عيد الحب المصري. يعني هنحكي لكم تفاصيل كتيرة جدا، ولكن النهاردة كمان يوم أجمل لأن النهاردة يوم عيد ميلاد زميلتنا الجميلة إسراء. كل سنة وانت طيبة إسراء وأيامك كلها يا رب سعيدة يا روحي. ربنا يخليكي ومرسي على المعايدة الحلوة دي، ربنا يبارك فيكي وربنا يديم ما بيننا الصحبة الحلوة والمودة والحب يا رب. أنا بشكرك مرة تانية وصباح جديد سعيد على كل مشاهدينا يا رب. ربنا يجعل أيام حضراتكم كلها أعياد. إحنا متفائلين، إحنا مبسوطين وسعداء لما بتيجي أي مناسبة ليها علاقة بالحب. أول ما تقول كلمة حب ممكن يجي في بالك حب الزوج والزوجة، الحبيب والحبيبة. مش بس إحنا بنعني هذا المعنى من الحب، لأن في معاني أسمى وأكبر وأحلى بكتير قوي قوي من المعنى ده. بس هو المعنى ده حلو وجميل، وربنا جميعا يا رب يعني يرزقنا بالناس الصالحين في حياتنا والأزواج الصالحين والزوجات، ولكن الأحلى والأسمى أن أنت تلاقي الحب ده حب صادق، حب نقي، حب لوجه الله سبحانه وتعالى. الحب أنواع كتير، بس من أجمل الأنواع اللي بتلفت نظري واللي بحسها أن هي أساس الحياة وأساس وجود الإنسان في الحياة، هو أن رب العالمين يجعل ما بينك وما بينه سبحانه وتعالى صلة، أنه يجعل ما بينك وما بينه حب. أجمل شيء في الدنيا حب ربنا سبحانه وتعالى لعباده وعباده الصالحين اللي دايما فاكرينه. والأحلى والأحلى إنك يكون ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى سر، وإن رب العالمين يصبر عليك ويمهلك وتحس كده إن ما بينك وما بينه أمارات وإشارات، أنا فاكرك، أنا بحبك، أنا خايف عليك، ما تغلطش، أنا بعاقبك دلوقتي، ولله المثل الأعلى طبعا، بدل ما سيبك قدام. فمن أجمل وأنقى أنواع الحب في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله إن إحنا نكون على صلة، وإنه الواحد ما ييأسش. ممكن تكون فترة من حياتك، يعني كلنا بيجي لنا مراحل، مثلا ممكن تكون في فتور إيمان، في أي معاصي، كلنا خطائين، ولكن خير الخطائين التوابين. فلازم على قد ما نقدر نحس بالصلة دي وبالحب ده. وبعدين الصحابة كانوا بيجي لهم فتور، يعني عادي جدا إنه ده يحصل فترات معينة. فحافظ على الصلة دي لأن دي أولى أنواع وأهم أنواع الحب في الدنيا وفي الآخرة، واللي عليها طبعا يا دينا هنحس بباقي أنواع الحب. ده حقيقي أهم حاجة فعلا، وبحييكي يا إسراء إنه أحلى وأجمل أنواع الحب هو حب ربنا سبحانه وتعالى، وإنه ربنا يرضى عننا وإن نحب فعلا الحب اللي كما ينبغي، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الكثير مهما قلنا ومهما تكلمنا. ربنا سبحانه وتعالى فعلا فعلا قليل عليه جدا حبنا ليه. خلينا كمان نقول ليه أطلقوا على عيد الحب المصري عيد الحب، وإمتى ده حصل؟ كان في 1974 الكاتب الجميل الصحفي وأستاذنا كلنا مصطفى أمين، وهو ماشي في حي من الأحياء الشعبية الجميلة الكل يعني بنفخر بأهله، وهو حي السيدة زينب، اكتشف وشاف قدامه جنازة لرجل متوفي مش ماشي فيها غير 3 أشخاص بس. طبعا الموضوع يعني اي حد هو ماشي من بعيد كده يتلفت، ايه ده، في ايه، ليه 3 بس اللي ماشيين ورا الراجل ده؟ سأل قال له ده راجل بلغ من العمر 70، رجل سبعيني وما كانش بيحب حد ولا حد بيحب. ومن هنا حس قد ايه فعلا اهمية الحب، وان نخلي ليه لازم يوم قد ايه ان احنا فعلا لازم محتاجين ان احنا نكن لبعض الحب. زي ما قالت إسراء ان الموضوع مش مرتبط بس ما بين المحبين وما بين الازواج والزوجات وما بين الخطاب، انما كلنا لازم نحب بعض. لازم يبقى يعني في الشغل، في العمل، ما بين الزملاء، ما بين الاصدقاء، ما بين الاهل، ما بين الوطن، حبنا الوطنة ده كمان من أهم أنواع الحب. لازم إحنا نحبه، حبنا لمصر الحبيبة. لما بنسافر بره ولا بنروح أي دولة بره وبنتغرب، قد إيه بنحس بالحب والاشتياق، وإن إحنا عايزين نرجع بسرعة جدا لتراب البلد دي
اللي ما بيتعوضش. فالحب اشكال وانواع كتيره جدا، ولكن انك كمان تمشي من الدنيا دي وانت سايب ناس بتحبك، وناس بتبكي على فراقك، ناس بتتذكرك في كل وقت، وسواء كان ممكن تكون بتعمل لك صدقات وبتعمل لك اعمال خير، هو ده الحب الحقيقي. واللي دايما باكد عليه ان الحب قولا وليس فعلا وليس قولا. صح. لازم ناكد فعلا وليس قولا. وعارفه الحته دي برضو يا دينا انت ما تلخبطيش، لانه قولا ساعات كتير الناس بتنساها. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان دايما بيدلع زوجاته، وحتى يعني فكره ان انت تبلغ اللي انت بتحبه انك دايما بتحبه انت بتطمنه، لان سبحان الله سبحانه مقلب القلوب. فالقلب ده حتى بيقول لك جاي ان هو يعني في ناس تهزر تقول لك هو بيقلب متقلب، لكن انك فعلا تقول له دي حاجه صح. يعني انا برضو بركز معاك يا دينا، لا فعلا قولا وفعلا الاثنين. أيوة. لان في ناس تقول لك اصل انت عارف. لا انا وبعدين السيدات خصوصا. أيوة. احنا مفتاحنا هنا، ده حقيقي. زي ما الراجل دايما بيقولوا ان الرجال معدتهم اساسي في الاول، يعني طريق الزوجه لزوجها ان هي يعني تعمل له اكل حلو والكلام ده اقرب طريق للراجل معدته. بس يعني لو شبهنا فاقرب طريق للسيده الودان الاذن، لان هي بتسمع وبتحس وبتشعر وهي بتمتن لهذه المشاعر. فلا وحتى اولادنا يعني عارفين، انا دايما بنوتي اجي اقول لها انا بحبك كل يوم 3 4 50 مره في اليوم انا بحبك، انت عارفه ان مامي بتحبك. يعني عارفين الصله دي، بالتالي بلاقي ان هي بترد عليا نفس الرد، بغض النظر لو كلنا بنتعصب على اولادنا او كده، بغض النظر عن التربيه الايجابيه، لكن لازم مشاعر الحب دي تكون موجوده. الاضافه كمان انه بشوف ان من اجمل وانقى واصدق انواع الحب هو الحب ما بعد الموت. هتقولوا انا بتكلم في الموت في الحب، اه طبعا، لان انت اللي عايش لما تعمل له حاجه حلوه او مثلا كلمته مستني تسمع صوته، مستني تشوف منه ضحكه، مستني منه مشاعر معينه. لكن لما يكون متوفي وانت تكون مخلص في ذكره وفي ذكراه وفي انك تعمل كل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بيها، هتلاقي نفسك ان انت ده هو فعلا البر الحقيقي. خصوصا لو كان باباك ومامتك ربنا يا رب يرحم موتانا جميعا ويبارك لنا في اهلنا. وانا دايما بحب مقوله بتقول انه اهل القبور اموات ولكن الاحباء منهم احياء. يعني اللي كان فعلا بيحب حد وسايب ذكرى حلوه معاه، هتلاقي انه فعلا هو سايب حاجه في الدنيا لسه بتحيي ذكرى. الاجمل والاحلى كمان الصداقه. لو ربنا انعم على حد بصداقه خالصه لوجهه الكريم، صداقه حقيقيه. وخلي بالكم دلوقتي الناس بقت بس بتبان في الشده. يعني انا يهمني اللي يقف معايا في الشده بجد، مش اللي يقول كلام. وسبحان الله كل حاجه بتيجي وقتها. في ناس ممكن تبقى معاك من سنين ولكن تلاقيهم مش مكملين، بيجي لهم وقت المواقف بتبين. اشتري اي حد وامسك في اي حد فعلا شريك واي حد مخلص، حتى لو كان حواليك ناس كتير، لكن من 100 واحد تطلع بواحد، دي نعمه من رب العالمين. فصباح جميل كله حب وكله ود واخلاص، وربنا يا رب يجعل الحب ده اساس حياتنا، لانه انا بشوف ان هو بيحل الدنيا وبيدي للدنيا طعم وبيدي لها لون. وحب اي حاجه، حتى حب مكانك، حب شغلك، مش بس تربط حبك بشخص. فصباح الحب، صباح الرومانسيه، صباح السعاده والاخلاص في الحب، وصباحكم مليء بالسعاده في النهار. نهار جديد.